ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينة الاسماك. حنين علي طول عمرك. لا مؤاخذة يا باشا، قبش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا من يوم ما عرفتك الدنيا حلوة. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا راي يلا. بابا ما اهلا. اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده مجانا وصار. يا حبايبي انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. ايه عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم. وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم بسيوني الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ كنت بس والله وحشتني. بس والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا برضه، مش فاكر. انت صعبت عليا، بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيه؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لو النبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنال. عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنال ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر ادي وحشني. ادي وحشني يا بسيوني. تعالى تعالى تعالى. ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم. يا فقر كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه. يحيى العز يحيى العز. قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبهولك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب قرب من قدامي و... حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم هو زعل؟ يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنال اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديها على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك. بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله. الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع. ألف سلامة للهارب الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعتك. مش ده ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله.
نجدت باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كليه الشرطه وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكله؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كليه في السنه الرابعه. إيه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثاليه اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود، ورور وريني باسيوني. ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أنت كده أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا. عند أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. ومالك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر. ها رواقوا يا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه يا جدعان ده الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها ننسى عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن كلم الحاج. يا نيتن كلم الحاج. يا تحفه. ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشي، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. صراحة يعني ده مبلغ قليل. فعلا. معلش يا حاج، ما انتوا برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش أكتر من كده. لا 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 يا جماعة بقى كده، عارفين المنطقة اللي احنا فيها دي؟ منطقة أعراض. أعراض؟ أمال أنت فاكر إيه؟ هي حصالة أعراض. إيه أعراض؟ إحنا في ده أعراض. طب وعالي بقى كده يا باشا. أيوه أعراض. أوعى أوعى من جد. دخلنا في أعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعه، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين
ده انتوا اهل وحبايب. خمسة وثلاثين محضر يا اخوانا مش كده، ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه. تعالى 18 محضر. انت يا بلدينا 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي لحظ ضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا مغزى يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط البسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباهي. اتكلمت عسكري. يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض، ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر، يعني الشتيمه ما تنزلش. طيب مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ نجدة باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض، وانت واقف تتفرج على الظابط. انت يا ريت انك بتضرب بكرسي، انا عارفك وعبيتك في الحجز. يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من ستة وربع، اديهم خمس دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدة باشا اتصرف بسرعه على الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. بنفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي أربع سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك أربع سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم يا فاشل؟ سيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك تلبس هدومك.